يا مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. النهاردة مع حضراتكم هنعمل الكبدة الاسكندراني، وهنعمل الكبدة بالردة، وهنعمل الانجليش كيك. هنعمل أكلات سريعة وخفيفة ومنها اقتصادية وصحية 100%. وأول ما نبدأ نقول بسم الله على بركة الله في الكبدة الاسكندرانية بتركتها وبحركاتها الجميلة وبروائحها اللي بتجيب آخر الشارع على محلات الكبدة أو عربيات الكبدة المشهورة. ونقول نبدأ نقول بسم الله على بركة الله. حوالي 3 معالق من الزيت على معلقة من السمن، هنضيف 10 فصوص من الثوم. بسم الله على بركة الله. والتركة بقى والحاجة الجميلة اللي تعمل الريحة الحلوة والأكلة الجميلة، 50 جرام من الدهن الضاني عليها الكبدة الاسكندراني. هنعملها بالعيش بتاعها أو العيش الفينو بتاعها الجميل، سندوتشات الأطفال بيحبوها والكبار بيعشقوها. هنعملها لكم في أكلة بسيطة مصرية في الصحة والجمال بطريقة سهلة ومبسطة واقتصادية. بعد كده بعد ما نزلنا بعشر فصوص من الثوم، الفلفل على حسب الرغبة حار أو بارد، 10 فصوص، 10 وحدات من الفلفل، ربع كيلو، نص كيلو. ادوا الفلفل كل ما نكتر كل ما يكون يحلو، عايزينها سبايسي يكون حار. نديها بسم الله. أكلاتنا أكلات خفيفة بنحاول بقدر الإمكان نبسطها ويكون اقتصادية، وجبة غدا سريعة ومش مكلفة كتير ومنها مغذية مع شرايح البصل وشرايح الفلفل والطماطم، وأحلى طبق سلطة معاها. حطينا 10 فصوص من الثوم على الزيت والسمن، ومعاها 50 جرام من الدهن الضاني. اللي ما بيحبش الدهن الضاني مفيش أي مشاكل، ينزل بالكبدة مع الفلفل، لكن الدهن الضاني بيعمل تركة حلوة جدا وريحة بيكون 100%. نقلب الفلفل مع الثوم مع الدهن الضاني، وننزل بالكيلو كبده متقطع تقطيع عصافير او مكعبات على حسب ما تختاروا وما تحتاجوه. بسم الله على بركه الله. لو الكبده حضرتك جايباها فريش، جايباها طازه، بنحطها في الثلاجه حوالي ساعه زمن بالظبط. بعد كده بنطلعها نقطعها شرايح ونعملها عصافيري او مكعبات، بيكون اسهل بكتير. بعد كده بعد ما بقلب الكبده مع الفلفل مع الثوم مع الدهن الضاني، بنزل بمعلقه من الكركم والسبع توابل المشكلين المعتدين. النهارده الكركم معانا سيد الكبده عشان تعمل تركه وريحه جميله. بعد كده نحط الفلفل الاسمر مع الحبهان مع ورق اللوري مع جوز الطيب مع الكزبره مع الكزبره، كل ده حصى نطحنه فريش جاهز على طول. الطبق الاولاني بتاعنا خلص، مفيش دقايق او لحظات في مطبخ حضرتك نلمه بسريعه. لو حضرتك جبت كيلو كبده نقسم نصين، النص الاول بنعمله كبده الاسكندراني، النص الثاني هنعمله شرايح. نعمل كبده شرايح بنفس الطريقه او بنفس التركه، برضه بندخلها الفريزر حوالي ساعه زمن. نقطع الشرايح، بعد كده نقطع التقطيع العصافير اللي احنا عايزينه، نعمل لها تركه جميله في الطبق الثاني معانا. توم بودرة، بسم الله، توم بودرة وبصل بودرة، الكبدة وبصل بودرة والتوابل بتاعت الجميلة مشكلة كلها كاملة مع بعضيها. الطبق الأولاني حطينا 10 فصوص من التوم، حطينا فلفل ربع كيلو نص كيلو على حسب ما تحطه. بعد كده نزلنا بالطبق الثاني الكبدة بالردة، صحية جداً الناس اللي عايزه تعمل رجيم، الكبده بالرده احلى رجيم. بعد كده بنضيف الملح، بعد كده بنضيف الخل مع الليمون والكبده الاسكندراني، مش هنحرمها برضو من الخل والليمون، اديها عصره بسيطه من الخل والليمون عشان الزفره او اي حاجه في الكبده تطلع معاها الريحه او التركه الجميله. بعد كده البابريكا، ضفنا ثوم بودره، بصل بودره، التوابل المشكلة 7 توابل بتوع المشكلين، ونقلب كله مع بعضه تقليب كامل. بسم الله. الكبدة ما بتاخدش معايا على طول 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق. التركة التانية اديها شوية بصل شرايح، لو حضرتك حطيتيها في التلاجة نص ساعة بالظبط بعد التتبيلة تطلع معاك تركة جميلة بطعم جميل. البصل طبعا مش هيتقلي معانا، لكن هياخد
تركه وريحه جميله مع البصل البودره والثوم البودره والبابريكا والكركم برضو نفس التقرير، والسبع توابل المشكلين، الحبهان على ورق اللوري، على جوزة الطيب، على الحاجه الجميله، ونقلب كله. الخل مع الليمون مع الثوم البودره والبصل البودره والكركم والبابريكا والسبع توابل والملح بتاعنا، بيكون ملح خفيف. بسم الله. ننقعها حوالي نص ساعه بالظبط على النار، نص ساعه في الثلاجه معلش. والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه، الكبده الاسكندراني، وبعد كده ناخد مقادير الكبده بالرده، الرده اللي هو نخله الدقيق وخل الدقيق، نتكلم عن الناس اللي هي احبابنا اللي بيتابعونا من بره. هناخد عليها معلقه من الدقيق العادي مع الرده، واقلب الاثنين مع بعض. بسم الله. حاجات سهله جدا وبسيطه جدا، تركاتها بسيطه وعمايلها سريعه لكن بيحبوها ناس كتير. هنعملها سندوتشات، وهنعمل السندوتشات قدام حضراتكم بعجينه سهله ومبسطه عشان كل حاجتي يكون في بيتي معموله. بعد كده باخد الكبده بسم الله واقلب معاها بسم الله، وعلى الزيت يكون زيت غزير، واقول بسم الله على بركه الله وينزل بيها. على نفس الطريقه عملنا الطبق الاولاني بطريقه سهله جدا وبسيطه، 10 فصوص من الثوم، حوالي ربع كيلو من الفلفل حار او بارد على حسب الرغبه، على حسب اطفالكم ما يحبوها. بعد كده نزلنا بالدهن الضاني، التقطيع شرايح زي ما احنا شايفين، الشرايح بتاعتنا السمك بتاعها ما يكونش ولا قليله قوي ولا يكون السمك تخينه قوي، بين البنين خير الامور الوسط. اطباق سهله وبسيطه وتكاليفها بسيطه جدا، لو نص كيلو هنعمله ونعمل احلى سندوتشات، احلى غدا سريع وجاهز على طول. خلصنا الطبق الثاني، الكبده بعد ما ضفنا عليها الخل والليمون وضفنا عليها البابريكا وضفنا عليها الكركم وضفنا عليها التوابل المشكله وضفنا عليها البصل الشرايح الجميل، نزلناها في الزيت. تعالوا نعجن العجين بتاعنا او السندوتشات او الفينو، عجين الفينو بطريقه سهله ومبسطه وسريعه. هنجيب كوبايه الا ربع من الميه، اول حاجه كوبايه الا ربع من الميه. بسم الله. كمل بيها كمل بيها كمل. كوبايه الا ربع من الميه، معلقه من السكر، رشه من الملح، معلقه خميره فوريه. كوبايه الا ربع من الميه، معلقه من السكر، رشه ملح، معلقه من الخميره الفوريه، انزل بيها. بسم الله. المضرب يا فوزي، المضرب. اقلب كويس الخميره مع السكر مع رشه الملح، شكرا، مع رشه الملح. عجين سهل وبسيط وسريع، الكبده بتاعتي بتستوي قدامي. نقلب على طول باستمرار، ادينا لها صدمه جميله على النار على طول، والكبده الثانيه عشان ما انساهاش، كله مع بعض اهو بالروائح الجميله. بعد كده ضفنا كوبايه الا ربع، معلقه من الخميره، معلقه من السكر، رشه من الملح. اقلب كويس واضيف كوبايتين من الدقيق. الدقيق بتاعي في الفينو بيكون متعدد الاستخدام، يكون عرق شديد شويه او استخراج 72%، اهم حاجه الدقيق. وبستخدم في حاجه بسيطه في الاول اجرب، انزل بسم الله على بركه الله كوبايه الا ربع مع كوبايتين، واقلب العجين بتاعي والكبده بتاعتي على النار، والسندوتشات بتتعمل حاجات سهله وبسيطه. هنعجنها ونخدمها خدمه كويسه جدا. هلم العجينه بتاعتي، معلقه من السكر ومعلقه من الخميره ورشه من الملح، تمام، واحط معلقه من السمن والزيت، معلقه من السمن والزيت، واخر حاجه بعملها اهي، واعجن العجين. الم العجين بتاعي واسيبه يتضاعف حجمه 10 دقايق بالظبط. الكبد على النار والعجين بنعجنه، كل حاجة في بيتنا بنعملها بطريقة سهلة ومبسطة وبتكاليف قليلة جدا وبسيطة،
ما بتاخدش وقت معانا. مجهود، ناخد الملمس الناعم زي ما احنا شايفين اهو العجينه اهي، بسم الله الم. ايه الجمال والدلع في الصحه والجمال مع احلى سندوتشات هتشوفوها ان شاء الله قدامكم دلوقتي. نغطيها 10 دقائق ونسيبها تخمر، بسم الله. والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه على طول. بعد ما اختمرت العجينه بتاعتي 10 دقائق نفس التكرار، تضاعف حجمها بس كده. الله ينور. هنضف مطبخي عشان اعمل احلى سندوتشات للكبده، ممكن نحشيها اي حشوات تانية. السندوتشات اللي احنا بنعملها ان شاء الله في المدارس هنعمل لكم سندوتشات كتير. بعد كده بقطع كويرات صغيره نفس الطريقه، والم العجين وانزل بيها. اقطع على حسب الحجم اللي انا محتاجه في السندوتشات، وما انساش الكبده في تقليبها والدلع والجمال. بعد ما اتبلت بالكركم والتوابل المشكله السبع توابل بتاعتنا مع التوم والفلفل والدهن الضاني، نسيبها تستوي براحتها. وادي السندوتشات بتاعتنا، نلم الكور على حسب الحجم اللي احنا حابينه او مختارينه زي ما انتوا عايزين. بعد كده بجيب النشابه، بسم الله، اجيب النشابه بتاعتي وافرد بالراحه، منديل صغير كده بسيط. طبعا في الفران بيبقى فيه الفراده وفيه الامكانيات، لكن احنا بندي لحضراتكم امكانيات بسيطه وسهله، بتطلع برضو حاجه جميله. ممكن نضيف عليها حبه البركه او نضيف عليها السمسم في العجينه ذات نفسها. بعد كده هنلف نظام رول كامل، وعند القفل اضغط ضغط كامل صاج، نفس التكرار. واحدة تانية قدام حضراتكم اهو، نعملها مستطيلة او مربعة. والصاج بتاعنا صاج الفرن بيكون مدهون زيت، نبدأ نرص وناخد فترات او في حاجة فتحات بين الحاجة السندوتش والتاني عشان هيتضاعف حجمه لسه تاني 10 دقايق. وفي النهايه لازم اقفل القفل كويس جدا عشان ما تفتحش معايا. نفس التكرار، نكرر بنفس الطريقه وندهنها شويه من الحليب بسيطه وعليها السمسم وحبه البركه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهو. القفل كامل ونضغط وننزل. اكلات بسيطه وسهله بقدر الامكان بنحاول نبسطها لكم. نفس النظام، نتحكم في السندوتشات زي ما احنا عايزين، عايزينها الحجم بتاعها صغير حجم كبير مفيش اي مشاكل زي ما احنا شايفين. وبضغط لازم الضغطه الكامله عليها اهو. ان شاء الله هيبقى لينا في المخبوزات حاجات كتيره، هنعمل ده سندوتش كبير الحجم العائلي في الكايزر. نفس التكرار، بسم الله. اضغط بالنشابه من غير ولا زيت ولا سمن، العجينه بتاعتي مرتاحه ولا دقيق احط لها خالص. هذه الفراده بتاعتي اهي، بنفرد بالنشابه. بعد كده بجيبها بالعرض وابدا اضغط، بسم الله، ضغطه كامله وانزل بيها. وبالفرشه بتاعتي نعملها ندهنها بنفس التكرار ونفس الطريقة بالفرشة. هندهنها شوية من الحليب ونرش عليها حبة البركة والسمسم، حاجات بسيطة جدا وسهلة جدا. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200، لو حضرتك مفيش عندك ترموستات أو درجة حرارة بندخلها في نص الفرن، بيكون الفرن مولع قبليها مسبقا بعشر دقايق. لازم يكون الفرن يكون شديد شوية، يكون الحرارة بتاعته عالية. بعد كده بدخلها في نص الفرن 10 دقايق بالظبط وهتطلع معانا. ندخلها الفرن وكده. الصنف الثالث، عملنا الكبده مع حضراتكم، الكبده الاسكندراني، وعملنا الكبده بالرده،
وعملنا السندوتشات. نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نشوف الحلو بتاعنا في الانجليش كيك هنعمل فيه ايه. ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد قبل الفاصل. عملنا مع حضراتكم الكبده الاسكندراني بتركات بسيطه وسهله، حطينا فيها معلقتين من الزيت، معلقتين من السمن، نزلنا 10 فصوص من الثوم، الفلفل على حسب الرغبه حار او بارد، حوالي ربع كيلو على الكيلو نضيف عليها. بعد كده اضفنا عليها 50 جرام من الدهن الضاني ونزلنا بالكبده شوحناها زي ما احنا شايفين. وبعد كده عملنا الصنف الثاني الكبده بالرده، عملناها بطريقه برضو مبسطه وسهله، الخل والليمون حوالي كوبايه الا ربع خل وليمون، ضفنا عليها البابريكا والكركم والتوابل والثوم البودره والبصل البودره وقلبناها مع حضراتكم. كل حاجه على الهواء مباشر على طول بتستوي. وعملنا الخبز بتاعه والفينو بتاع السندوتشات الكبده الجميله عشان كل حاجه يكون في بيتنا نطلعها على طول. عملنا كوبايه الا ربع من كوبايه الا ربع من الكوبايه الا ربع من الميه، وضفنا عليها معلقه سكر، معلقه خميره، رشه ملح، وضفنا عليها معلقتين من الزيت والسمن، وضفنا عليها واحد عدد من البيضه، ونزلنا خدبناها خدمه كويسه جدا وسبناها 10 دقائق تختمر. بعد كده بعد ما اختمرت صبعناها او عملناها رول كامل زي ما انتم حضراتكم شفتوها على طول. تعالوا نعمل الحلو بتاعنا وهو الانجليش كيك، الكيكه بكل مواصفاتها، ليها تركاتها كتير او حركاتها كتير او حاجتها كتير، لكن النهارده ان شاء الله نعملها بالمكسرات بطريقه سهله ومبسطه. اول حاجه نبدا نقول بسم الله على بركه الله. معايا خمس بيضات، خمس بيضات، درجه حراره الغرفه، ومعايا كوبايه الا ربع من الزبده، كوبايه الا ربع من الزبده او السمن اللي مش سايح خالص، وكوبايه ونص من السكر. اضرب الاثنين مع بعض، الثلاثه مع بعض الاول بالمضرب الكهربائي او في الخلاط او بالمضرب اليدوي مش محتاج. بسم الله، مع رشه الفانيليا في البيض، اضرب لحد ما السكر مع الزبده مع كله يتغلغل مع بعضيه قدام المقادير قدام حضراتكم على الشاشه على طول. وادي الكبده بالتوابل بتاعتها والروائح الجميله اللي بتجيب اخر الشارع من عربيات الكبده الجميله، والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه. بعد كده بنضيف شويه من الزبده، شويه ضفنا الزبده كوبايه الا ربع زبده وحوالي كوبايه ونص من السكر، خمس بيضات، الكيكه العاديه بتضاف سمن وزيت بنفس التركه بنفس الطريقه، وتتعمل بثلاث بيضات، دي هتتعمل بخمس بيضات في الانجليش كيك. بعد كده بنضيف ربع كوبايه بسيطه من الحليب، تطلع اللقمه معايا ناعمه وجميله وهشه وسريعه جدا. بعد ما ضفنا الزبده وضفنا البيض وضفنا السكر، ضفنا عليها ربع كوبايه الحليب، واضرب بالمضرب الكهربائي بالمضرب اليدوي في الخلاط كله شغال، اشتغل مع حضرتك زي الفل. قلب دقيقتين اتنين بالظبط، يلا نطلع. مش عايز ضرب كتير، مش عايزها الكيكه الاسفنجيه غير الكيكه العاديه. بعد كده بنزل بكوبايتين من الدقيق، كيس من البيكنج باودر، بسم الله، واحد من البيكنج باودر، الزبيب او المكسرات على حسب الرغبه، اي مكسرات تحتاجوها وتحبوها ضيفوها. ونقلب تقليب عادي جدا، عادي عادي اهو، اقلب كله مع بعضه، كوبايتين الدقيق مع الزبيب مع كوبايه الا ربع من الزبده مع كوبايه ونص من السكر مع الخمس بيضات مع واحد باكو من البيكنج باودر، واقلب تقليب خفيف سريع، واجيب القالب او صينيه الفرن بالزبيب والحشوات الجميله. القالب بتاع قالب الكب كيك، قالب الكيك، معلش مش الكب كيك لسه، الكب كيك ان شاء الله الحلقه الجايه، ونصبه يخش درجه حراره 180 لمدة نص ساعة، يطلع معانا انجلش كيك بالحشوات الجميلة، تحشي لوز، تحشي بندق، تحشي فول، تحشي جوز هند ضفر، أي حاجة من الحشوات اللي تحبوها هتختاروها أو هتجيبوها. طلبتين بسيطة ونطلع في الفرن حوالي نص ساعة على درجة حرارة 180. لو حضرتك مفيش درجة حرارة نحطها في الفرن لمدة نص ساعة في نص الفرن، هنولي عليها الأول من تحت، بعد كده لو احتاجت الشواية
هنضيفها على الشوايه، مفيش اي مشاكل. حاج فوزي السلام عليكم يا حاج فوزي، يا مرحب مرحب، علي الصوت يا سكر. وعليك يا عم الحاج، وعليك ربنا يحفظك يا عم الحاج، كيف حالك؟ والله انت احلى يا عم حلوه السندوتشات دي. تسلم تسلم يا حاج، الله يحفظك. مش هتملح اهو، الله ينور عليك، والله حاجه جميله. يا عم الحاج وبارك لي فيك يا رب، ودايما اسمع صوتك باحسن حال. سلامنا لاسره الانتاج والاخراج وكله كله، والمعدين وكله بيسلم عليك، ربنا يزيدك يا عم الحاج. تسلم لي تسلم لي، ربنا يبارك فيك، متشكرين ليك وشكرا اتصال. اتفضل هاتها، اهم حاجه الحاج والحاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام عليك. يا ست الكل يا مرحب بيكي، عامل ايه يا حبيبي؟ والله زي الفل يا ام، طول ما انت بسمع صوتكم بخير احنا بخير والله. جميله جميله، تسلم. سيبها كمان شويه، سيبها شويه، سيبها كمان شويه، والله جميله والحاجه جميله قوي. تسلم يا حاجه، ربنا يحفظك يا رب ويزيدك. تسلمي لي تسلمي لي، والله الله ينور عليك. وعليك يا ست الكل يا ام يا غالي، يا رب يحفظكم ويديكم الصحه. الحاج بكر في السعوديه، والله سلامنا ليه وسلامنا لكل الناس الحبايبنا. الحاج بكر في السعوديه هيوصل له السلام تلقائي على طول حالا. ربنا ينجيه يا رب، ينجيهم يا رب. تسلم يا حاجه، تسلم دعواتك يا حاجه دايما على طول معانا. يا حبيبي يا رب، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. شكرا لاتصالك يا ست الكل، وشكرا لاتصالك يا عم الحاج. بعد ما عملنا السندوتشات، تعالوا بقى نعمل الحاجه، سندوتشات الحجم العائلي بنفس التكرار وبنفس الحجم زي المعجنات، بنختارها بنفس الطريقه، نعملها سندوتش بقى الكبده البانيه، او نعمل سندوتشات كبده عاديه مفيش اي مشاكل. بالجرجير والبصل والفلفل الحار والبارد، نعمل احلى شغل واحلى. ام معاذ السلام عليكم. يا ام معاذ السلام عليكم. هات العيش العيش العيش. السلام عليكم. ازيك يا ام معاذ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ام معاذ، مرحب بيكي. تسلم ايدك على الاكلات الجميله. الله يحفظك يا ام معاذ، تسلم، الله يزيدك. والله فتحت نفسنا النهارده على الغداء. الله يخليك يا باشا، تسلمي، ربنا يحفظك يا رب ويزيدك. اكلاتك كلها بسيطه وسهله. تسلمي ولا تسلمي، ربنا يزيدكم يا رب ويبارك فيكم. تسلمي تسلمي. عندك اي سؤال؟ لا الله يخليك. تسلم يا ست الكل، شكرا لاتصالك، شكرا ليك. ادي الكبده بتاعته الملح، حطينا الملح وشويه من التوابل، شويه بسيطه بعد ما ضفنا الكركم وضفنا التوابل كلها مشكله. وادي الكبده معايا بالرده، كله قدام حضراتكم بنسويه. يا الله، بسم الله. اكلات بسيطه وسهله واقتصاديه 100%، بتركات سهله مع الحلويات الجميله. سنة اللبلوبي قلبنا، لازم يكون في زيت يكون سخن او زيت يكون غزير ويكون فاتر كتير، تنزل الكبده على طول بالرده. نعملها بتركاتها البسيطه الحلوه الجميله. وادي السندوتش بتاعنا، بسم الله. نبدا نعمل سندوتش جميل لأطفالنا وأحبابنا من الكبدة. هات الخبز العيش وطرنشات الفلفل والبصل، شكل صنف. دكتور محمود السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا نشوف ماجد، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا دكتور، مرحب بيك يا دكتور. الله يخليك، تسلم ايدك على الحاجات اللي انت ربنا بتعملها. ربنا يحفظك يا دكتور، تسلم لي، ربنا يزيدك، تسلم لي. ربنا يخليك ويبارك لك يا رب. تسلم يا دكتور، تسلم لي، ربنا يحفظك. عندك اي سؤال؟ الله يخليك، بس انا طالب حاجه من حضرتك، منار بنتي في العنايه المركزه، دعوات حضرتك. الف الف مليون سلامه ليها يا غالي، الف مليون سلامه فيها، شفاها الله وعافاها. الله يخليك، ربنا يتم شفاها على خير يا رب، ربنا يتم شفاها على خير. الف الف سلامه وشكرا لاتصالك يا دكتور، وربنا يأملك بالف سلامه. ام محمد السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا محمد، مرحبا، منور الشاشه. الله يحفظك يا محمد، تسلم، تسلم ايدك، تسلم على كل حاجه حلوه. الله يحفظك يا محمد، إيه تسلم، الجمال والحلاوه دي. تسلمي لي يا غالي، ربنا يزيدك. تسلم منور تسلم، منور المكان كله. تسلم، عندك اي سؤال تسلمي لي. الله يخليك يا شيف، تسلم. تسلم الله يحفظك، شكرا لاتصالك. والصوت عالي قوي، فين العيش؟ العيش العيش. تسلم، الجمال لسه طالع من الفرن اهو. يا معاذ السلام عليكم، لسه طالع من الفرن حاجات المخبوزات اللي لسه عاملينها نفس التكرار. ازيك يا معاذ، مرحب. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا معاذ؟
عامله شيء؟ والله الحمد لله يا معاذ، حاجات لسه سخنه يا معاذ اهي. ايوه الف انا وشفا. بقول لك يا شيف، امورنا يا معاذ. على الشيف اللي جنبيك. تسلم يا معاذ، ماشي اسلم لك عليه. حاضر يا شيف. ايه يا معاذ، سلم لي على الشيف اللي جنبيك. حاضر اسفل اللي جنبي، مش حد ماشي يا معاذ. حاضر اسلم لك على الشيف اللي، بس لما يجي جنبي. طيب يا شيف يا معاذ. حاضر. ام مصطفى السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ على الحديث اللي انت بتقوله. وعليك يا ام مصطفى، ربنا يزيدك يا مصطفى. تسلمي لي. تسلم. الله ينور عليك. وعليك بصراحة. تسلم، الله يحفظك يا ام مصطفى. تسلم يا. عندك اي سؤال؟ مصطفى اسمه، الله يخليك. مصطفى يسلم عليك. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا مصطفى، مرحب. الحال والحمد لله. انت عامل ايه يا مصطفى؟ كويس. الكبده عجبتك ولا لا؟ كويس. طب الحمد لله، الحمد لله. دايما يا مصطفى يكون كويس ان شاء الله بالصحه. الحمد لله. ماشي يا مصطفى، عايز اي حاجه؟ جميل. الله يسلمك يا مصطفى. الله يسلمك يا مصطفى. تسلم. لا عندك اي سؤال؟ يلا سلام. يلا سلام. الف سلامه يا حبيبي، الف سلامه. سندوتشات الكبده نعملها. استاذ رجب السلام عليكم، صديق البرنامج ده. عم وليد صح؟ ازيك يا استاذ رجب، مرحب بيك. انا بحييك وبحيي فريق الاعداد الاستاذه المحترمه اللي ردت عليا. ربنا يحفظك يا باشا، وكله كله لازم الصحه والجمال، كلهم ناس محترمين ولازم بيحبوا جماهيرهم جدا جدا. والمخرج والمصور عم وليد وعوليد عماره وعم عزب وعم سيد وكل الناس والاستاذ جمال وكل الناس كلها بتحب كل جماهيرها. دي الناس اللي بتتعب اللي محدش خلي باله. خلي بالك. لا لا احنا واخدين بالنا منهم والله، بنعمل لهم كبده والله العظيم عشان خاطرها. الاستاذ وليد عماره والاستاذه ساره وعم جمال وكل الناس الحلوه في الصحه والجمال. بتسلم عليك. سلمني عليهم من اسمنا الاقصر والله يا سيدي. تسلم يا غالي، تسلم، منورنا يا غالي، ربنا يحفظك ويزيدك. بحييك على كل حاجه انت بتعملها. تسلم لي يا غالي، ربنا يزيدك. تسلم. انا عايز اعرف عمل السندوتش ده والبهارات اللي انت بتحطها فيه، ونفسي اعمل الكاتشي بسيف. عنين عنين يا باشا، عنين. الكاتشي بالكاتشي بسيف عايز اعمله. الكاتشب؟ اه عينينا. حاضر يا باشا، تحت امرك. الكاتشب يا بحييك لمره واثنين وثلاثه. اقول لك على طريقتها على طول حالا يا عم رجب. على عينينا يا عم رجب، على عينينا. تسلم يا شيف. الف انا يا باشا، عينينا تحت امرك يا فندم. خلي بالك المطبخ بتاعك مش مكلف يا شيف. ربنا يزيدك يا غالي وربنا يحفظك. تسلم لي. الله تسلم لي. تسلم لي يا غالي، ربنا يزيدك وربنا يبارك فيك ويبارك في اولادك. عينينا. حاضر، هقول لك على طريقه الكاتشب حالا. الكاتشب عباره عن طماطم بندخلها في ميه بتغلي الاول، نعيم منها القشر خالص، بعد كده بننزلها على النار على نار هاديه تستوي خالص، ونضيف عليها كوبايه من الخل، معلقه من السكر، رشه من الملح، ونسيبها لحد ما يعني طماطم اسمها طماطم مصبره او طماطم مستويه جامد، ونعملها في الخلاط او بالهاند ميكسر، تطلع معاكم كاتشب جميل مع كوبايه الخل مع معلقه السكر مع الطماطم بدون قشر، بدون قشر، تطلع معاكم حلوه. والف هنا وشفا ليكم. وادي الفلفل. وش استاذه اسراء السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذه اسراء، النهارده كله سندوتشات يا اسراء، كله سندوتشات. معلقه معلقه. ازيك يا اسراء، مرحب بيكي، امورينا. لا والله كنا بنسلم على حضرتك. تسلمي لي يا اسراء، شكرا لسلامك يا غالي، شكرا لسلامك، شكرا ليك وشكرا لاتصالك، شكرا لكل المتصلين بتاعنا حبايبنا، وشكرا للناس كلها من كل مكان. طبق سلطة، شوية من الخضرة، السندوتشات الجميلة مع البصل والحاجات الجميلة. بسم الله. نشكل تشكيلات بسيطة وحاجات خفيفة ولذيذة ما بتاخدش معانا وقت خالص. السلام عليكم محمود، مرحب. السلام عليكم يا شيف ماجد. مرحب بيك يا محمود، مرحب بيك يا غالي. الحمد لله. انت عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله. عندك اي سؤال؟ لا شكرا، بطمن عليك بقى. تسلم يا غالي، ربنا يحفظك. تسلم لي. تسلم لي. تسلم على ايدك يا شيف. شكرا يا باشا، الله يحفظك يا محمود. تسلم لي يا غالي. الله يحفظك. ادي الفينو بتاعنا الجميل مع السندوتشات الحلوه البسيطه السهله. قالك شكرا لاتصالك يا غالي، شكرا لاتصالك. والكبده بتاعتنا شغاله على النار ما شاء الله على النار. ارفع نعمل السفره بتاعتنا بسيطه وسهله، سندوتشات ماشي، واطباق لوحديها ماشي، كله مع الجرجير، طبق جرجير وطبق خضره، وكلها بالجمال والدلع في الصحه والجمال. احلى سندوتشات بنعملها ليكم وبنعملها لكل متصليننا حبايبنا
مع الفلفل. الحاجة الجميلة سهلة وبسيطة. عملنا الكبدة الاسكندراني 10 فصوص من الثوم، التوابل بتاعتنا 10 فصوص من الثوم، ربع كيلو من الفلفل. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيف؟ ازيك يا استاذ محمد، مرحب بيك. الحمد لله، عامل ايه؟ والحمد لله والله زي الفل، عامل كبده والله. الحاجات الجميله دي انت اجمل يا غالي، ربنا يحفظك يا باشا ويزيدك. تسلم لي. صح، بعد اذنك بس حضرتك من حضرتك طريقه الحواوشي. الحواوشي حاضر، تحت امرك، اقول لك عليها طريقتها على طول حالا. يا ريت تطلع دلوقتي بس عشان حاضر. حاضر، عينينا عينينا. الحواوشي احنا عملناها قبل كده ونقول على طريقه. على عينينا يا باشا. تسلم يا غالي، ربنا يحفظك يا غالي ويزيدك. تسلم يا غالي، تسلم. وادي الكبده بتاعتي الباقيه، اللي عايز بالعيش السخن بقى ويغمز مع شط السلطه. استاذه هدى السلام عليكم. استاذه هدى السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذه هدى، مرحب بيكي. عامله ايه؟ كل سنه حضرتك طيب. وانت بكمال الصحه يا غالي، تسلمي لي. امورينا. ممكن اسالك سؤال؟ يا امورينا اسالينا. امورينا استكل امورينا. عايز طريقه الهمبرجر. الهمبرجر حاضر، عينينا. حاضر، عينينا. هقول لك طريقه الهمبرجر ونقول طريقه الحواوشي حالا. الحواوشي طريقه الهمبرجر، كيلو الكفته بيتحط عليها ربع كيلو من الدهن، اي دهن تحبوه، دهن ضاني، دهن عادي، مفيش اي مشاكل. بعد كده بننزل عليه بالتوابل وندخله الفريزر 10 دقائق. بعد كده بنجيب الفورمه بتاعته او الاسطمبه بتاعته، الدواير، نعمله اقراص صغيره ونعملها دواير، وبين كل دايره ودايره بنحط كيس ان شاء الله يكون ليه طريقه خاصه، وهنظبطها مع حضراتكم باذن الله. وادي السندوتشات عملناها بطريقه مبسطه وسهله، والكبده بالرده، كله معجنات مع سندوتشاتنا مع الانجليش كيك. عايز طبق يا فوزي بعد اذنك؟ الكبده بالرده، ضفنا عليها كوبايه من الخل والليمون، وضفنا عليها توم بودره وبصل بودره، وضفنا عليها الكركم والتوابل المشكله الجميله. نظف مطبخنا عشان نظهر سفرتنا. استاذه شروق السلام عليكم. الو. الو استاذه شروق، مرحب. ازيك يا سيف؟ ازيك يا استاذه شروق، مرحب بيكي. عامل ايه؟ والله زي الفل يا باشا. الله ينور. وعليك وعليك يا ست الكل، تسلم يا غالي. جميله الكيكه الثانيه فين كده. تسلمي لي يا شروق، تسلمي لي. كل سنه وانت طيب. وانت بكمال الصحه والسعاده يا غالي، تسلمي لي. وادي الكيك بتاعنا. عايزه طريقه المكرونه البشاميل. عينينا حالا. دي لسه سخنه، لسه طالعه سخنه. طريقه المكرونه البشاميل، المكرونه بنسلقها في ميه كتير. قولي الطريقه. معاك اختي. اديني. الو. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا عسل، مرحب بيكي. بعد اذنك عايزين طريقه الهمبرجر. حاضر. الهمبرجر احنا مش لسه زين. عينينا حاضر. طريقه الحواوشي، الحواوشي ليها كذا طريقه. الطريقه الاسهل والاحسن هي عباره عن هنعملها رغيفه، عباره عن كيلو من اللحمه او نص كيلو من اللحمه، بنرفم عليها حته من الدهن او بنجيبها من الدوش مع واحد عدد من البصل، واحد اثنين عدد من الفلفل، فصين من الثوم، الخضره على حسب الرغبه، لحسب ما انت تحبوها. بعد كده بنضيف، بنفرمها في المفرمه او في الكبه. بعد كده بننزل بيها، السمين بتاعها بيكون شديد شويه، ممكن نعملها ارغفه او ممكن نشوحها على النار ونعملها نفس طريقه السندوتشات. ان شاء الله يكون لها طريقه ثانيه او ليها فيديو ثاني هنعملها مع حضراتكم. كل الاسئله اللي انت بتسالها لنا هنجاوبها عليها بكل طرق وكل بسيطه. مدام علا السلام عليكم. السكينه الثانيه. ازيك يا مدام علا، مرحب بيكي. تسلمي لي، تسلمي لي، ربنا يحفظك. تسلمي. وادي الانجليش كيك بتاعنا يا ست الكل. كنت عايزه اطلب منك بس اعرف تكثيف الخضار والفاكهه ازاي. طريقه ايه؟ تكثيف الخضار والفاكهه. تمام. الخضار والفاكهه. انا مش سامعها على فكره. تكثيف الخضار والفاكهه يا شيخ. الترتيب في الثلاجه يعني، في الثلاجه؟ عايزه تخزين الثلاجه؟ عايزه اخزنهم. تخزين عينينا، حاضر، تحت امرك، تحت البسله والباميه وال كل الحاجات على عينينا. حاضر، تحت امرك. اقول لك على الطريقه بتاعتها حالا. حاضر. وادي الانجليش كيك بتاعنا، بعد
نص ساعة. مدام رجاء سلام عليكم. عليكم السلام، ايه الجمال ده كله يا شيف ده؟ ازيك يا ست الكل، مرحب بيكي. تسلمي ايديك والله، الله يبارك لك يا رب. ربنا يحفظك يا ست الكل ويزيدك يا رب ويسمعنا عنك دايما سماع خير. الله يصلح حالك ويحسن ما بين ايديك. تسلمي لي يا ست الكل، تسلمي لي، ده شرف لينا والله الحاجات الجميلة اللي انت بتقولها لنا دي. الله يبارك لك يا رب. بقول لحضرتك سؤال بس، حاجة فيه أمرين. في بيض أحمر، في بيض بلدي، وفي بيض أبيض. أيوة البيض الأحمر أقوى حاجة. البيض البيض الأحمر أنضف حاجة للمائدة. والبلدي؟ البلدي ممتاز جدا جدا، بس البلدي المية بتاعته قليلة. البلدي أيوة المية بتاعته قليلة. لما أجي أعملها في ضربة الكيك أو حاجة بزود شوية البيض، لما أجي أعملها في الكيك بزود شوية. تمام؟ لكن هي الفايدة زي البيض الأحمر؟ لا طبعا، لا البيض البلدي لا يعلى عليه في الفايدة بتاعته خالص. الله يبارك لك، عشان عندي أحفادي بس. هو الدرجة الأولى البيض البلدي، الدرجة الأولى اللي هي الحاجة المتربية عند الفلاح، أو هو ده الحاجة الصحية 100%. بعد كده بنرجع الدرجة الثانية اللي هي البيض الأحمر، اللي هي بيض اسمه بيض المائدة، بيض الموائد، اللي هي بيض الأكل بنفس التكرار. 100 100 100 يا دكتور الطاهي. تسلمي لي، ربنا يحفظك يا ست الكل، تسلمي لي، ربنا يزيدك. دكتور الطاهي والله. شكرا شكرا، ربنا يحفظك، وده كل من ذوقك والله، تسلمي لي. ابو عمر السلام عليكم. ابو عمر شكرا لاتصالك. أيوة. كل ابو عمر معاك يا فندم. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا معالي الباشا؟ عامل ايه؟ منور الدنيا. الله يحفظك ابو عمر، تسلم لي. اخبارك ايه يا شيخ؟ والله 100 100، الله يحفظك يا غالي، تسلم لي. عندك اي سؤال يا حاج؟ كنا عايزين نعرف طريقه عامل المكرونه البشاميل. عينينا، حاضر تحت امرك. المكرونه البشاميل حاضر، هجاوبك عليها حالا دلوقتي. ماشي، على عينينا، حاضر على عينينا. انا عايز بلانش او حاجه تاني، امسك دول كده، هاتهم تاني، لسه بدري. دخل تليفون، اتفضل يا فندم اتفضل. المكرونه البشاميل، المكرونه اهم حاجه تتسلق في ميه كتير. لو جبت كيس المكرونه نص كيلو بزود ميه، يكون ميه بتغلي، بضيف عليها معلقتين من الزيت، معلقه من الملح. بعد ما تسلق حوالي 7 دقايق بالظبط، المكرونه ما تتهريش معايا، بطلعها البشاميل بتاعي على نار هاديه، 3 معالق من الزيت والسمن، وعلى نار هاديه انزل عليها ب3 معالق من الزيت والسمن و3 معالق من الدقيق، واقلب لحد ما الدقيق ياخد لون مختلف او متغير. بعد كده بنزل بالحليب شويه شويه واقلب. لو حضرتك الحليب او كله دب مع بعضيه ولسه النار هاديه، ممكن تعلي عليها عادي، واقلب تقليب على طول سريع معاها، ما سيبهاش عشان ما تكلكعش من حضرتك او ما يحصلهاش حاجه. بعد ما اطلع البشاميل واطلع المكرونه مسلوقه، بعصج اللحمه بتاعتي حوالي ربع كيلو من اللحمه، بضيف عليها بصله وفلفل وتوم، وانزل بيها بمعلقه من الزيت ومعلقه من السمن. بعد كده بعد ما بعصجها صلصه طماطم، لو تحب يكون المكرونه يكون ملونه بالاحمر يكون افضل، صلصه طماطم، معلقتين من صلصه الطماطم او عصير الطماطم، بضربها معاها تتعصج معاها كويس، بنزل بيها على المكرونه وانزل بمعلقتين من البشاميل، واقلب كله مع بعضيه مع سنه ملح خفيفه. بعد كده بجيب الصينيه بدهنها سمنه، وانزل بيها 3 معالق من البشاميل اللي انا عامله، القوام بتاعه يكون تقيل ولا يكون خفيف، حاجه من الاثنين، يكون قوام مظبوط. انزل ب3 معالق في الاول خالص، بعد كده بنزل بالمكرونه. لو حضرتك عايز تعمل طبقات، بنزل بنص الطبقه خالص بعد ما احط لها البشاميل من غير لحمه، بعد كده بنزل بطبقه اللحمه كامله، وانزل بالطبقه الثانيه، وبعد الاخر خالص البشاميل اللي هيفضل معايا بنزل بواحد عدد من البيضه او عليها قشطه او كريمه لبانه بنطعمها بتطعيم كامل، بيبقى الطعم بتاعها لذيذ جدا. واقلبها كويس وانزلها على الوش. جبنه مبشوره ماشي، مش عايز تحط جبنه او جبنه موتزاريلا ماشي، اي مفيش اي مشاكل، وادخلها الفرن تستوي من تحت ومن فوق، حوالي تقعد 10 دقائق بالظبط في الفرن بتاعي، تطلع معاك مكرونه بالف هنا وشفا. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذ محمد، مرحب بيك. مرحب بيك يا باشا، انا كنت قاعد على طريق المنفيه. طريق ايه؟ المنفيه. عينينا يا باشا، تحت امرك تحت امرك. كيلو من الدقيق هقول لك عليه على طول حالا. حاضر حاضر يا باشا، تحت امرك تحت امرك، شكرا لاتصالك. طريقه الملفيه، كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق بياخد، كيلو من الدقيق بياخد حوالي 300 جرام من الزبده، بياخد معلقه من السكر، رشه من الملح، بنعجنها بنخدمها خدمه كويسه، خدمه كويسه جدا. بعد كده بجيب ربع كيلو زبده تاني. الملفيل ليه كذا طريقه او ليه كذا بتاع، بعد ما اعجنها كويس اسيب العجينه ترتاح معايا حوالي 10 دقائق. بعد كده بفرد العجينه مستطيل، واجيب الزبده اسمها تبنيط في البتاع، اعملها كلها الزبده كامله زي الفطير. بعد كده بلمها بطريقه مثلث، بتاخد وقت، الما بطريقه مثلث، وعجن واسيبها ترتاح 5 دقايق تاني. بعد كده بفردها والمها تاني 4 مرات على نفس التطبيقات. بعد كده بفردها فرده كامله في الصاج بتاعي،
وبجيب شوكه وبخرمها وبدخلها الفرن تعمل زي البسكوتة بالظبط او البسكويت. برضو ان شاء الله يكون ليه الطريقه بتاعته، هنقولها لكم بطريقه مختصره وعامله. الرده فين مع خلاص كده. استاذه منى السلام عليكم، فين الكبده؟ سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذه منى، حبيكي. عامل ايه يا شيخ؟ والله الحمد لله يا ست الكل، تسلمي لي. منور. شكرا. الله يحفظك، تسلمي لي يا استاذه منى، تسلمي. ممكن لو سمحت تقول لي على خميرتي الفايش الصعيدي؟ الخميره؟ طريقه الفايش، طريقه الفايش؟ ايوه. عينينا يا ست الكل، حاضر الصعيد، حاضر حاضر النهارده كله. تسلم عينك. على عينينا، تحت امرك تحت امرك. طريقه الفايش بس كنت عاملها امبارح. جاوبي يا ساره انت بقى، مش انا هاكلها اجاوبك انا؟ خمس دقايق بس؟ ماشي عادي 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 اهو. طريقه الفايش ان شاء الله هنعمل الفايش دي باذن الله، ان شاء الله نخليها الحلقه الجايه الفايش. الفايش من المخبوزات، هنعمله زيه زي العيش التوست بالظبط. الدقيق نص كيلو، نجرب نص كيلو من الدقيق، معلقتين من الزيت، معلقه من السكر، معلقه من الخميره، الخميره بيره او خميره، الخميره الطبيعيه او الخميره او الخميره العاديه. بنقلبها تقليب كويس في الميه الاول في حوالي كوبايه ميه، كوبايه ميه الاول، بعد كده بنزل عليها بمعلقه السكر ورشه الملح ومعلقه الخميره ومعلقتين الزيت، بعد كده بنزل بالعجين واخدم العجين كويس جدا. اهم حاجه يكون الدقيق بتاعي يكون متعدد الاستخدام. ممكن تحط صفار الزعفران اللي هو اللون الاصفر اللي بتشوفوه في الفران او في المحلات، او ممكن نضيف عليه هو صفار الزعفران بيبقى افضل هو في اللون بتاعه. عادي عادي اهو. بعد كده نسيبه يختمر شويه يضعف حجمه، بنحطه في قالب وندخله الفرن لمده نص ساعه بالظبط، وبيطلع بيتقطع ويرجع تاني الفرن. ان شاء الله ليه برضو طريقه او ليه حاجه تانيه هنعملها بالطريقه الجميله مع الانجليش كيك زي ما انتم شايفين اهو. ضفناه، عملنا عليه حوالي، حطينا فيه حوالي كوبايه الا ربع من الزبده، كوبايه ونص من السكر، كوبايتين من الدقيق، ربع كوبايه من الحليب، بضرب السكر مع الزبده، مع بضرب السكر مع الزبده مع خمس بيضات. بعد كده بضيف، بعد كده بضيف الدقيق، واضيف البيكنج باودر، واضيف شويه من المكسرات اللي انا احبها او اللي انا اعملها. تطلع معاكم حاجه كويسه ومظبوطه 100%. بيقعد حوالي نص ساعة في الفرن، نص ساعة. لو حضرتك أو حضرتك عايزة تعملي الكيكة العادية، بنشيل الزبدة ونضيف مكانها سمنة على زيت، مفيش أي مشاكل، شغال في الاتنين، كله ترتيبات وكله تشكيلات، حاجات بسيطة وسهلة واقتصادية. يا رب يكون الشرح بتاعنا أو كلامنا بيكون خفيف على قلوبكم، خفيف على جيوبكم، بقدر الإمكان بنقدر نشرح لكم عشان نوصل لكم احلى المعلومات لاحسن مشاهدين في الصحه والجمال. النهارده عملنا الكبده الاسكندراني، وعملنا الكبده بالرده بكل طريقه سهله ومبسطه واقتصاديه 100%. الوقت معاكم بيعدي سريع، ودي كانت حلقتنا. شكرا لكل قصه الصحه والجمال، شكرا للمخرج الجميل بتاعنا الاستاذ وليد عماره، وشكرا للمعده الجميله الاستاذه ساره، وشكرا للاستاذ جمال، شكرا لكل لعم عزب، وشكرا لعم سيد، وشكرا للناس كلها في الصحه والجمال بيتعبوا معانا تعب كتير فعلا عشان يقدموا الاحلى مشاهدين برامج بسيطه وسهله لكن مفيده جدا، مفيده في بيوتكم. يا رب يحفظكم ويرعاكم، ويكون مستوانا على مستواكم، وكلامنا يكون خفيف عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.